بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين والأمة الإسلامية كلها بخير، وكل سنة ومصر طيبة وبخير وأحلى بلد في الدنيا. يا رب دايما يجمعنا ما يفرقناش، يا رب دايما متوحدين مع بعض، يا رب دايما إيد واحدة كلنا. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. عايز أقول حاجة بس، نقطة مهمة جدا، علشان أنا حد بعت لي كده صفحة الدكتور علاء صادق من بره، طبعا عايز اوضح، لازم اوضح، لان في حاجات ممكن الواحد بيفوتها او بيسكت فيها، وفي حاجات تعمل مشكلة كبيرة، لان الغلط فيها يمشي وراك ملايين وانت قاصد تمشيهم ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد، كلام اللي قاله الدكتور علاء صادق ده كله كذب، كله كذب، ولا انا ولا دكتورنا الكبير وشيخنا ومعلمنا وكابتننا الكبير الدكتور طه اسماعيل، ولا كابتن عماد متعب كابتن النادي الاهلي، نقبل بكده. انا الحمد لله والشكر لله بشتغل في الاعلام من سنة تقريبا 2004، يعني بتتكلم داخل في حوالي 30 سنة. الحمد لله والشكر لله، الناس كلها بتحبني. الحمد لله عمري في حياتي ما حد قال لي اقول ايه ولا ما اقولش ايه، والملايين عارفين الكلام ده كويس. فاحنا في قناه اون تايم سبورتس ولا حد بيقول لنا تقولوا ايه، ده بالعكس، ده انا كابتن النادي الاهلي، باجي ماتشات النادي الاهلي وبتكلم بما يرضي الله. اذا كان النادي الاهلي في حاجه كويسه بقول انها كويسه، اذا كان النادي الاهلي يستحق الانتقاد بنتقده، نادي الزمالك اذا كان يستحق الاشاده بشيد بيه، اذا كان يستحق الانتقاد بنتقده. فعيب جدا بعد السنين الطويله دي يطلع واحد، طبعا مع كامل الاحترام لشخصه، لكن احنا كلنا عارفين ان هو بيلعب لعبة سياسية بحتة. فكرة ان الدكتور علاء صادق بينتمي للاخوان، وان هو هربان بره مصر، وان هو عايز يدخل الفتنة او يدخل الفتنة بين اهلوية وزملكاوية، تحديدا عايز يدخل الفتنة من خلال الكورة. هو طبعا الناحية السياسية خلاص ماتت، هارد لك، يعني انتحرت الفكره. فدلوقتي هو عايز يعمل تفرقه ما بين الاهلاويه والزملكاويه، وانا الكلام ده يعني رصده وبقاله كتير، بقاله فتره. هو طبعا يعني بذكاء شديد هو بدا يلعب على وتر الجماهير، فمن اول لحظه بدا ياخد خط النادي الاهلي، وان هو يدافع عن النادي الاهلي وحتى لو في الغلط، علشان يجتذب كل جمهور النادي الاهلي. فبالتالي جماهير النادي الاهلي لما بتلاقي حد بيدافع عن النادي الاهلي باستماته كده، كلها هتقول عليه ان هو بيحب النادي الاهلي. الكلام ده مش صح، الكلام ده مش حقيقي. واكبر دليل على كده صديقك من صدقه. لو انت عايز راي لوجه الله، فلو انت فيك حاجه وحشه اللي قدامك يقول لك ان انت فيك حاجه وحشه علشان يصلح، وده كل ولاد النادي الاهلي بيعملوه، حتى في قناه النادي الاهلي كباتننا الكبار، كابتن ايمن شوقي، كابتن علاء ميهوب، الكابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، اي نجم بيجي في قناه النادي الاهلي كلهم، يعني مش عايز انسى حد واقول حد، كلهم لما النادي الاهلي بيبقى وحش او بيأدي وحش او بيبقى فيه غلط في حاجه معينه بيقولوا الاهلي محتاج لعيبه، بيقولوا الاهلي عايز يعمل حاجه كده، الاهلي عايز مثلا يغير مدرب وهكذا، علشان كلهم عايزين النادي الاهلي يبقى كويس. فاحنا كمان كده، ما تحطش السم في العسل، ما تدسش السم في العسل. هو عايز يعمل فتنه بس من خلال جماهير كره القدم، فيقعد يقلب جماهير النادي الاهلي على كل حاجه، محللين بقى، ولاد النادي الاهلي، مسؤولين، اي حاجه، عشان يعمل فتنه بين الاهلي والزمالك. خدوا بالكم، خدوا بالكم. احنا بالنسبه لنا الحمد لله والشكر لله بنعامل ربنا وبنعامل ضميرنا، وده من اول لحظه، ولا محتاجين شغل الحمد لله. لو مشينا من هنا هنروح هنا نشتغل الحمد لله والشكر لله. الواحد مدير كوره اشتغل في اي نادي، الحمد لله والشكر لله. ممكن اشتغل مدرب، ممكن اشتغل اعلامي في اي قناه، بس هي الفكره الراجل ده بيدس السم في العسل، الراجل ده عايز يعمل فتنه. فكل الكلام اللي موجود في الفيديو هو كذب، فيما يخص حتى شخصياتنا، فيما يخص الكلام علينا انا لا اقبل، وعمري في حياتي، وهو نفسه عارف كويس لما كنا مع بعض في قناه مودرن، يستحيل
حد يجي يقول لوليد صلاح الدين قول ايه ولا ما تقولش ايه، ده على مدار التاريخ وياما قلت حاجات علشان برضي بيها ضميري اخسر بيها حاجات تانية، ما عنديش مشكله الحمد لله والشكر لله، وما عنديش اي مصلحه مع اي حد، ولا عايز اشتغل هنا ولا عايز اشتغل هنا ولا عايز اشتغل هنا، بطلع على الشاشه اقول كل اللي يمليه عليا ضميري. ساعات احتمال تكون وجهه نظر غلط، وجهه نظر فنيه غلط، مثلا انا واحد من اللي قلت ان موسيماني ما يمشيش من النادي الاهلي مثلا، انا مقتنع جدا ان هو مدير فني كبير وبيشتغل بالكواليتي اللي معاه كاحسن ما يكون وجاب بطولات للنادي الاهلي مثلا، نتفق بقى ونختلف، انت تشوف ان هو مدرب مش كويس، انا اشوف ان هو مدرب كويس، انت تشوف يمشي انا اشوف يقعد، دي حاجه فنيه، لكن في الاخر يتملي علينا او انا حد يقول لي قول ايه ولا ما تقولش ايه، ما كنتش حتى هذه اللحظه الحمد لله والشكر لله قريب جدا من الكابتن الخطيب، الحمد لله والشكر لله قريب جدا من مجلس اداره النادي الاهلي، والحمد لله كلهم اصدقاء، والحمد لله قريب جدا من اداره الكوره، والحمد لله والشكر لله بخدم النادي الاهلي حتى وانا بره النادي الاهلي، وبيتاخد رايي في حاجات كتير جدا تخص النادي الاهلي، والحمد لله مرحب بينا في اي وقت. فبالتالي اوعوا حد يدخل، خلاص بقى احنا فكره ان احنا نسكت لا، دي مساله هتبقى بعد كده صعبه. يعني قبل كده الدكتور علاء صادق قال عليا حاجه وانا قلت يلا مش مشكله، ما هو اصلا ما يعرفش، وهو اصلا تلاقيه مش دريان، وتلاقيه ممكن ياخد معلومه هو اصلا بره مصر، فممكن يكون واخد معلومه من واحد يعني مغرض، ماشي مش مهم، لكن لما توصل لدرجه ان انت تقول اسرار بقى خطيره والدكتور طه اسماعيل والكابتن، ليه يا عم ليه يا عم، مش محتاجين احنا، انت اللي محتاج، انت اللي محتاج تلعب على وتر الجمهور عشان انت هربان، لكن احنا مش هربانين، احنا قاعدين في البلد الحمد لله، ومحدش في الدنيا الحمد لله والشكر لله يجرؤ يقول لوليد صلاح الدين تقول ايه ولا ما تقولش ايه. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله نشوفكم على خير.